مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا، والنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مهارات جديدة ووصفات يا رب تنول إعجاب حضراتكم. طبعا النهاردة هنبدأ نعمل يعني وصفة جميلة، هي شوية بقالنا كتير، يمكن في ناس كتير مش بتحبها، بس الحبوب والبقوليات من البروتين النباتي المحبب لدى ناس كتير جدا. في ناس نباتيين وفي ناس بتبقى عايزة يعني تبقى أكثر صحة، فتميل تبعد شوية وتقنن من الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء تحديدا، فتبدأ تقنن الأول الأكل بتاعها وتبدأ تدخل الحبوب شوية. طبعا اللوبيا من الحاجات الرائعة والوصفات الجميلة اللي احنا يمكن شوية بنهملها، وفي ولاد كتير مش بيحبوها. النهاردة هنعملها بطريقة جميلة جدا جدا، وهنعمل جنبها فراخ جميلة تقليدية هنسلقها ونحمرها. بس فكرة السلق بتاعة الفراخ هقولها لحضراتكم، خصوصا للناس اللي بتستخدم الفراخ البيضاء، لأن الفراخ البيضاء مهم جدا جدا ان احنا نعمل لها الجزء ده ونتخلص من الجلد. واذا في حاله انكم مش عايزين تتخلصوا من الجلد اثناء السلق، هنعمل ايه في الشرب عشان نتخلص من كميه كبيره من الدهون، هنشوف مع بعض واحنا شغالين. دلوقتي انا هنا عندي حله، هبعد دي الاول كده شويه. عندي حله حاطه فيها الاول هنقول مقادير الفرخه وسلق الفرخه الاول، وهنعملها على مرحلتين علشان نطمن ان الفرخه دي ما فيهاش زفاره، والفرخه دي نظيفه تماما، والفرخه دي لو فيها اي حاجه يعني نبقى احنا في الامان. عندي لمقادير الدجاج المسلوق، عندي للسلق عندي دجاجه متوسطه، ورق لورا، حبهان، مستكة، شرايح ليمون، زنجبيل باودر اذا حابين، بصل شرايح، طماطمايه، معلقه كبيره من السمن البلدي او من الزيت، وميه سخنه بتغلي. طيب المرحله الاولى، بصوا هنا انا حاطه كده ليمون وميه، شرايح ليمون وميه، يعني عصر الليمونه وحاطه فيها شرايح ليمون، وهاخد الفرخه كده. اول مرحله باخدها انزلها في الميه دي تغلي كده علشان اتخلص من الزفاره اللي فيها. طبعا الفراخ ما بتتغسلش بالخل، بتتغسل بالدقيق والملح والليمون. الخل دايما يظهر الزفاره حتى في الكبد، واتكلمنا عن الموضوع ده مع حضراتكم، دايما الخل يظهر الزفاره. طيب هاخد الفرخه بعد ما اتغسلت ونطفت اهي اموره خالص، ناخد بس دول نكتفها كده من ورا اهي كده هنا، وهنزلها في الميه هنا، الميه اللي بالليمون الاول خلاص، وهسيبها تغلي كده قدام حضراتكم، تغلي غلوة كويسة. هتلاقوا كده طلع منها شوية فوم وريم أبيض خلاص. في المرحلة دي أنا هجهز مع حضراتكم نعمل اللوبيا لحد ما هي تغلي معانا. خلي الحلة دي بقى كده على جنب، ونجيب حلة كده إيه وسط للوبيا. بسم الله أهي، وتعالوا نبدأ في اللوبيا مع بعض. اللوبيا طبعا قبل ما نبدأ نعمل أي حاجة عايزين نتكلم على اللوبيا الأول، لازم ننقعها. هننقع البقوليات عموما للناس اللي عندهم مشاكل في القولون وبيتعبوا قوي من البقوليات، سواء الفاصوليا واللوبيا والحمص الشام والحاجات اللي زي دي، من 3 ل4 ساعات في مية. غيروها ممكن مرة واحدة في خلال 3 ل4 ساعات دول، وبعدين نبدأ نسلقها. لما بسلقها بنزلها في مية وما بخليهاش تغلي كتير. بصوا الحباية ماسكة نفسها ازاي، لأن أنا هطبخها، فأنا مش عايزة الحباية تبقى يعني إيه زي ما بيقولوا مهرية، مش عايزاها مهرية، أنا عايزاها محتفظة بنفسها خلاص. وبعدين بشيل بقى كده، أبدأ أقول لكم إيه بقى هنعمل إيه. عندي هنا بسخن النار، هحط كده معلقتين زيت حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بقى المقادير مع بعض. عندي للوبيا دي هعمل فيها إيه، عندي طبعا نص كيلو من اللوبيا المسلوقة، وعندي بصلة مفرومة ناعم، عندي معلقة ثوم مفروم، عندي لتر من عصير الطماطم المضروبة في الخلاط ومتصفية، معلقة كبيرة من الصلصة لدعم اللون لو حابين، زيت أو سمنة على حسب ما حضراتكم بتفضلوا، ملح وفلفل، ورشة بهارات السبع بهارات، وطبعا هاخد من مرق الفراخ وأسقي اللوبيا. طيب هقلب بس الفرخاية كده الناحية التانية، شوفوا بدأ الريم هنا هيبدأ يطلع منها إيه حاجة. طبعا الفراخ البيضة كلنا عارفين إن الفراخ البيضة
الدوره بتاعتها تبقى صغيره. في ناس بتحتاج احيانا ما بيبقوش امناء انهم يدوها الدوره بتاعتها تبقى تكبر فيها، فبيدوها حاجات بلس بقى انها لو تعرضت كمان لانها تاخد مضادات حيويه لو الفراخ دي تعبانه ولا فيها حاجه بيدوها ده في الاكل، فما بتلحقش تكسره لان دورتها قصيره. لكن الفراخ الحمراء، الفراخ الحمراء دورتها تقريبا بتبقى اكبر 70 يوم تقريبا، فحتى لو خدت ادويه وعلاج هي بتتكسر فما بتلحقش تتنقل لنا، فاحنا دايما بنخاف اكتر من الفراخ البيضاء اللي دورتها قصيره. طيب انا هبدا كده، حطيت شويه زيت، هاخد البصل بسم الله الرحمن الرحيم وهبدا اجهز للوبيا بتاعتي. شويه بصل حلوين. طيب يلا بينا نقول بقى ايه، البصل ده من الحاجات الجميله اللي بيحمي من السرطان وبيقلل نسبه السكر في الدم وبيعالج الناس اللي عندهم نقرس، وفي مضادات أكسدة كتير مهمة جدا. البصل الأبيض عادة بنستخدمه أكتر للطهي على النار في الطبخ، والبصل الأحمر أكتر للسلطات والحاجات اللي هي على البارد. هاخد كده رشة ملح وفلفل، وبرضو خلوا بالكم أنه الكترة منه ما بتبقاش حلوة، خير الأمور الوسط في كل شيء. هنقلب تقليبة حلوة كده، البصلة دي تتشوح، وهاخد معاها معلقة ثوم، موضوع بسيط. اوكي، فوايد بقى الثوم، عايز اقول لكم مضاد للبكتيريا والفطريات بشكل قوي جدا، مضادات اكسده بتحمي القلب جدا. يعني بصوا كمان هو بيحمي من كل حاجه جوه الجهاز الهضمي، بيقتل حاجات قويه جدا. وبعدين يعني من ضمن الحاجات اللي بيتقال انه مفيد ليها هي العظام، مفيد للعظم والاظافر. نقلب كده تقليبه حلوه لحد ما تصفر. عايزه بس بصوا بدا الفوم هنا، بصوا الفرخه، ما انا عايزه بس اوسطنها في النار عشان شايفين ده ده بقى يفضل يغلي ويزيد كده. هاخدها الغلوه دي وبعدين هصفي الميه دي خالص وهشطف الفرخه تماما، وهرجع اعمل لها المرق النظيف الحقيقي. وانا هنا بسخن كمان، خليني افضل مسخنه هنا عشان تسخن الحله اللي انا هبدا اعمل فيها اسلق فيها الفرخ. هنقلب تقريبه سريعه كده، شايفين الجمال. ممكن رشة بهارات خفيفة نطعم بس حاجة بسيطة كده مع البصل لما بيطعم، احنا اتفقنا البصل بيدي طعم حلو قوي. وهنزل بالصلصة، حابب يدعم بمكعب مرق مفيش مشكلة. دي التوابل بس مكلكعة هنا، نقلبها. هنزل بعصير الطماطم، الطماطم دي بقى فيها الياف وفيها فيتامين دي، ويعني عايزه اقول لكم بتعالج كمان الامساك. عارفين بيستخدموها للاطفال الصغيرين لما يبقى عندهم امساك يدوهم عصير طماطم متصفي اهله كده. وطبعا هي يعني من الحاجات كمان اللي بتفيد صحه العيون. معانا تليفون، معانا ام اسلام، يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبتي. صباح الفل حبيبه قلبي. أنا. مني انا ومني انا كمان حبيبه قلبي وحشاني والله يا عزيمه. انت اكتر يا روح قلبي، ربنا يبارك لك يا حبيبتي. تسلمي، ويسعد قلبك. تسلمي يا حبيبه عمري. بنرجع بقى لاكلات زمان دي، الاكلات الجميله. والله اكتر من حد وانا قاعده في القناه يقول لي اللوبيا دي احنا بنحبها، فبقيت مبسوطه قوي. ده عشق اسلام، تصدقي بقى؟ لا مش ممكن والله العظيم. يا نهار، انا هبعت الطبق على النهارده على هناك. ما بياكلش غير اللوبيا والسبانخ. ما شاء الله ما شاء الله، ما بياكلش غيرهم. ربنا يديله الصحه والعافيه حبيبتي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. امين يا روحي. دايما ممتعانا بحاجاتك الجميله. يا رب يسعد قلبك. منوره الدنيا كلها حبيبه قلبي. تسلمي لي يا رب. تسلمي، ربنا يبارك لك يا حبيبتي. وسلامي لكل كرو البرنامج، الناس الجميلة وقناة الأهلي الجميلة، ربنا يبارك لكم. أمين يا رب حبيبتي. اسلمي لي يا أم إسلام، والله ربنا ما يحرمنا منك أبدا ولا من مداخلاتك وسماع صوتك. بصوا كده حبيبتي، أصدقائنا الحلوين اللي دايما ما بيفوتولناش حلقة ويكلمونا. عايزة أشوف بس المشبك أهو، أقلبها كده الناحية التانية. بصوا بقى، بسم الله، هقلب الناحية دي كمان، وبعدين هصفي بقى المية دي خالص. وانا هنا بسخن الحلة اللي هبدأ اعمل فيها المرق الحقيقي اللي هضيف فيه كل المنكهات. مهمة قوي الخطوة دي. هنا انا سايبة النار، انا ممكن اخليها تبقى دبل، ايوة، عشان ايه تنجز معانا. وهنا كمان
تمام على اعلى حاجه. وهنبدا نصفي الميه دي. بصوا بقى، انا هنا حطيت البصل شوحته مع الثوم، وبعدين حطيت رشه ملح ورشه فلفل، واديت شويه من البهارات وشوحتهم مع بعض وطعمت كده البصل. وبعدين حطيت عصير الطماطم اللي ضربناه في الخلاط وصفيناه كويس من القش والبذور وحطيته هنا، وحطيت معلقتين صلصه وهسيبها تغلي غلوتين، هضيف عليها اللوبيا علشان ناكلها كده. هي يعني ما هياش مضره وما هياش متعبه وسريعه، ونقدر نعمل كل المكونات ني في ني. بس هي خلاص واخده نص سلقه، فهي مش ان شاء الله هتاخد وقت كتير، يا دوب هتاخد بس غلوه كده وبعدين هيبقى كل شيء تمام. بصوا بقى، نزلت الميه اللي هي فيها الكميه الفوم اللي احنا مش عايزينها دي خالص كده. وهبدا اجيب كده طبق، خلوني اجيب ايه، ممكن اجيب دي، دي جاهزه الحاجه، خليني اطلعها هنا. ايوه، هطلع الفرخه هنا ونتخلص من كل الحاجات الميه الوحشه دي اهي. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي كده اهي. خلاص هشيل انا بقى دي، خلاص مش عايزه الميه دي خالص. وانا هسيبها هنا في جنب عشان يشطفوها لازم، وهيجي حالا محمد يشطفها. وايه، ميه ساقعه عاديه جدا خلاص. وبعدين انا برضو وانا مع حضراتكم هنا، انتم مجهزيني حله صغيره للرز يا ولاد تحت خالص. انا ما خدتهاش بس ماشي، انا ممكن اطلع واحده تانية بسرعه. حلوين اهي، يلا بينا عشان نجهز كمان للرز. بسم الله، نحط الرز هنا ونجهز، هنعمل شويه رز بشعريه هنا. خلاص سايبه هنا الصلصه الطماطم تاخد غلوه عشان نضيف اللوبيا، وبعدين نسيبها مع بعض. ولو احتاجت شويه من المرق هنكون احنا المرق غلي، وناخد مرق طبيعي فريش من الايه، من مرقه الدجاج. نقفل بقى هنا ونجهز هنا كمان الرز، ننزل مقادير الرز. انا عندي سمن او زبده، وعندي فصين مستكة، وعندي كوباية من الشعرية على 3 كوبايات من الرز زي ما انتوا عايزين. هناخد كده برضو شوية من الزيت، هنزل مقاديره، معلقة زيت، وهاخد معاه معلقة السمنة الحلوة دي، وهنزل الشعرية بتاعتنا. تسلم ايديكم. قبل ما انزلها احط بس فصين صغيرين من المستكه. عايزه اقول لكم الشعريه دي بتدي احساس بالشبع وفيها الياف جميله جدا، يعني شعريه برضو من الحاجات الحلوه. بصوا كده، حبه شعريه حلوين اللي بيحبوا الشعريه. ايوه، هنحمر بقى الشعريه دي تحميره حلوه. فصين المستكه دول بيدوا طعم كده حلو مع الرز بشعريه. معانا ام جوزيف حبيبتي، اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا قلبي، ازيك يا شيف عظيمه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. جميله واكل جميل النهارده، تسلم الايادي يا قلبي. الله يسلم عمرك يا حبيبتي. احنا بنحبها طبعا اللوبيا، وعندنا اللوبيا الخضراء نفس اللي عندك دي بالظبط، اللي احنا بنقول عليها فاصوليا خضراء، صح؟ لا، لوبيا خضراء. عندكم لوبيا خضراء؟ عندكم لوبيا؟ أيوة. لوبيا خضراء شكلها بيبقى شبه الفاصوليا ولا مختلف؟ ايوه، لا شبه اللوبيا اللي معاكي دي، في قلب العود نفس الاخضر، قلب العود بنطلع منها اللي معاكي دي. طب يعني لما تبقى اللوبيا شايخه شويه، بصي يا شوف عظيمه، لما تبقى اللوبيا ناشفه شويه او شايخه شويه بنفصصها بتطلع زي اللي عندك بالظبط. والله لكن طري العود طري بنقطعها حتت كده زي الفاصوليا. الله، وتتطبخ بقى تبقى جميله. يا نهار ابيض، احنا لازم حد يجيب لنا شويه يا ام جوزيه. من عينيا يا تسلم عينيكي يا روح قلبي، تسلم عينيكي حبيبتي، ما تحرمش منك. بصي بقى، عايزه المايونيز يا رب يخليكي. من عيني، عايزاه من غير بيض؟ من غير بيض ولا عايزاه من غير بيض؟ من غير بيض. حاضر حاضر، من عينيا الاثنين. ربنا يخليكي، تسلمي يا ام جوزيه، ما تحرمش منك. اتفضلي حبيبتي. عارفين وانا في بني سويف مره، اول مره كنت اشوف ان في ينسون اخضر. كنا يعني بنصور في احد الاماكن وفي احد المصانع، وبعدين لقيتهم جايبين ينسون طعمه حلو قوي. بقول لهم يعني ده طعمه حلو قوي، هو قالوا لي ده اصل ده ينسون اخضر. فينسون اخضر دي كانت في حياتي عمري ما شربت ينسون اخضر، دي طول عمرنا بنشرب الينسون مجفف. فانا عارفه ان في اكلات الحقيقه يمكن احنا في المدن هنا مفتقدينها،
عشان كده الواحد بيبقى سعيد بالحاجات القديمه اللي احنا يعني ايه بنسمع عنها واهالينا كانوا بياكلوها لنا، بس احنا ما بقيناش ولادنا ياكلوها. فاللوبيا دي من الحاجات الجميله جدا، وبجد طعمها حلو ومفيده جدا، ليها فوائد كتير كمان. اللوبيا نقلب تقليبه حلوه، نسبه الالياف فيها عاليه جدا، فيها نسبه فيتامينز عاليه جدا. هي زي ما قلنا، بس الفكر لاصحاب القولون لازم تتنقع كويس عشان ما يعني نختصر الجزئيه بتاعه التعب اللي بيحصل فيه انتفاخ للناس اللي ايه بيبقوا اصحاب القولون العصبي دول. بصوا كده هننزل اللوبيا هنا، وهسيبها بقى تاخد مع الصوص الحلو ده. معانا منا من القاهره، اهلا يا منا، صباح الخير. ازيك؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، انا بحبك قوي يا حبيبتي. ربنا يسعدك، احبك الذي احببتيني فيه يا روح قلبي. انا كنت نفسي اطلع معاكي قوي. بس كده سيب لنا بس رقمك يا منا وان شاء الله تبقي معانا. انت منين؟ انا من القاهره. اهلا وسهلا بيكي يا منون. انا نفسي سريعه ثلاثه بيتزا حبيبه من عين، ينزلها لك حالا يا روح قلبي. ماشي، عينيا ليك يا منا، شكرا ليكي. بصوا انا بحمر الشعريه، شكرا ليكي يا منا، في حفظ الله. حمر الشعريه، حطيت اللوبيا سايباها لحضراتكم تشوفوها. الحله هنا سخنت تماما، اللي هعمل فيها الفرخه بعد ما اتغسلت اهي، اتشطفت وجت. هبدا بقى اخد ايه، معلقه صغيره كده من السمنه هنا في الطاسه في الحله دي، عشان انا هسيح فيها شويه المستكه اللي انا عايزه اخد طعم الفراخ فيها اهي. تمام، اول ما تدوب المستكه اول حاجه هعملها هاخد الفرخه النظيفه اللي احنا غسلناها بعد الغلوه دي. يعني بس اقلب هنا عشان ابقى متابعه كده، تقليبه حلوه. وشفتوا اللوبيا شكلها ازاي؟ وهاخد، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي بسم الله، تش بقى. شايفين؟ شايفين كده؟ شايفين؟ شايفين ده؟ شايفين من جواها بالليمون بتنضف ازاي؟ لازم الفها لكم كده، شايفين؟ اهي هعمل كده تاني، وهاخد بقى، هاخد البصل، طماطمايه، واخد ورق لورا، وهاخد عندي الحبهان، زنجبيل رشه، تعالوا بقى الملح والفلفل، بسم الله الرحمن الرحيم. كده، وادي الفلفل، ولما هصب ميه هصب ميه سخنه بتغلي. دي كده الحاجات الحلوه اهي، تعالوا بقى نصب ميه سخنه من اللي هنا اهي. هاخد كده لوش ونصب بيه الميه السخنه، بسم الله. وهسيبها تتسلق. احلى فرخه لو فراخ بيضه، طبعا الفراخ البلدي طبعا معروف، خلاص مش محتاجه نعمل فيها الخطوه اللي حضراتكم شفتوها، كفايه غسلها كويس. لكن الفراخ البيضه طريقه الغسيل ليها مختلفه شويه عشان نضمن شوربه ومرقه نظيفه رايقه طعمها حلو. هخلي بس دي هنا بجنب كده، خليني اقلب الشعريه هنا، ونحط بقى الرز. بس هقلب تقليبه حلوه، هنحط رشه ملح، وممكن بقى هنحط رشه ملح واحده، معلقه ملح، خلاص ونقلب. وهقلب واحط هنا ميه سخنه بتغلي برده، بسم الله. او عندي مرق سخن من مرق الدجاج لو انتوا سلقينها الاول. كل كوبايه رز مصري جف عليها كوبايه ميه، اعتبروا الشعريه مش موجوده اصلا.
كأنها ملهاش أثر، هي مش محتاجة نزود لها مية إطلاقا. هناخد كده بس تقليبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما يغلي غلوة هنهدي النار، وآدي اللوبيا بتغلي، هنقفل عليها بقى ونسيبها ونشوف كمان الإيه الغطاء بتاع دي. هو ده كبير قوي، لا تقريبا ده مش بتاعها، أنا شفته هنا، إني أجيبه أهو. بسم الله، هنقفل بقى على الرز وآدي بقية المية، ونقفل كمان على الفرخة. هتاخد لها تلت ساعة على حسب حجم الفرخة. بصوا بقى المرق، عايزين تتخلصوا من مثلا نسبة دهون في مرقة الدجاج دي. لازم المرق ده يدخل التلاجة، نسيبه يسقع من الليل لتاني يوم. هتكمل كده من على وشها، تبقى طبقة الدهون كلها تجمد وتطلع لفوق. أول ما يحصل كده هنروح شايلينها بالمعلقة، واللي اتبقى ده هيبقى تقريبا في نسبة دهون لكن قليلة. بصوا بقى، هنسيب بقى هنا المرق يغلي مع الفرخة الجميلة اللي احنا عملناها دلوقتي، بعد ما اديناها الايه اول مرحلة في المية والليمون وغليناها فيه لحد ما طلعت الفوم الابيض وشوية الزفرة اللي فيها. شطفنا الفرخة وغسلنا الحلة وعملنا في حلة نظيفة خالص، وسيحنا المستكة وحطينا ورق اللورة والبصل والحبهان والطماطم ورشة جنزبيل. اللي عايز يضيف عود قرفة لو مش هيستخدمها مع اكلة فيها طبيخ يعني ممكن جدا. وهنقفل بقى عليها وهنسيبها تاخد التسوية بتاعتها، وهنستسمح بقى حضراتكم من هنا لحد ما تبدأ المعالم تظهر وتبان، عشان هنعمل وصفة من الحلو الشرقي. كانت مدام منال طلبت مننا نعمل حلويات شرقية، أنا النهاردة حبيت أعمل صنف من الحاجات الشرقية المحببة برضو عندنا سريع، لكن هنشوف برضو إيه هي الخطوات الحلوة اللي بتنجح الوصفة دي، وإحنا مع بعض إن شاء الله بعد الاستراحة. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية. دلوقتي بصوا ادي الفراخ، بصوا المرقة بتاعتها جميلة ازاي ورايقة ازاي، علشان احنا لسه قايلين على سلق الفراخ البيضة بطريقة صحية وكويسة، وازاي نتخلص من اكبر كم لو مش عايزين نخلي الجلد بتاعها. عايزين نشيل الجلد مفيش مشكلة، مش عايزين تشيلوه هنبقى هنسيب الشوربة دي بعد ما تبرد، لازم في التلاجة تبات ليلة علشان تتجمع كل الطبقة الدهنية على الوش ونقدر نشيلها باستفاضة وبأحسن وهي جامدة. وبعدين نشيل بقى من المرق ده، نسقي منه بقى، بصوا بقى اللوبيا اهي، نسقي منه شوية رز، نسقي منه أكلة حلوة عندنا. ادي اللوبيا بصوا، وأهم حاجة ما تهروهاش في السلق، علشان اللوبيا دي مليئة بالألياف وبتدي إحساس بالشبع، فيها نسبة بروتين بيدي طاقة عالية للجسم، وفيها بروبايوتيك بيحسن عملية الهضم وبيقلل الكوليسترول الضار عشان تبقوا عارفين، وبيحسن صحة القلب. عايزة أقول لكم هي رائعة حقيقي بجد، بس ما نكترش، ولازم ننقع زي ما اتفقنا، لأن هي فيها نوع من أنواع الحمضيات دي او الحاجات بتسبب شويه غازات والام وحاجات كده يعني. بصوا كده، طيب بصوا بقى هنبص على الرز بصه سريعه، ممكن نزود قليل من الماء بسيط قوي، بصوا نقطه هو اتشرب، بس انا حسيت ان الرزايه محتاجه فبروح مزوده نقطه كده سخنه واسيبه على البخار تاني. ريحته روعه بالمستكه طالعه طبعا اهو. نعمل بالشوكه كده نشوف اخباره ايه. بسم الله اهو. عالشويه دول بقى هنسيبهم كده على البخار هنا اهو، بصوا يا سلام على البخار بقى هنطفي. خلاص انا اقدر اطفي دلوقتي على الرز بعد ما هديت بعد ما غلي، واسيبه يتشرب براحته خالص على البخار خلاص، والفرخه خلاص واللوبيا خلاص. تعالوا بقى دلوقتي نبدا في وصفه لطيفه وسهله، هنعمل مقاديرها بسيطه بايدينا. هي لقمه القاضي او العوامه، ليها اسم كمان، هي دي اللوكامادس ولا حاجه ثانيه؟ قولوا لي. لقيمات، طيب هي العوامه او لقمه القاضي او الزلابيا، ده اللي انا اعرفه. هل في مسمى اخر انتوا عارفينه وانا ما اعرفوش؟ قولوا لي.
طيب هنبدا كده في وصفه بسيطه. تعالوا كده ننزل المقادير ونعملها سوا مع بعض. بسم الله. عندي كوبايتين من الدقيق. الدقيق متعدد الاستخدامات او اللي حضراتكم بتحبوا تجيبوه الخاص بيه عمايل الزلابيه، بيبقى فيه نوع معين خاص بالزلابيه. طيب في معلقتين كبار من اللبن الباودر، وعندي معلقتين كبار من السكر، وعندي معلقه صغيره من البيكنج باودر، عندي معلقه كبيره من الخميره الفوريه، عندي معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من الزيت، رشه ملح. الشربات لازم يبقى شربات تقيل، ويفضل يبقى من قبل بليله، يعني اعمله امبارح النهارده وهعمل الزلابيه او لقمه القاضي دي بكره، او لازم يبات عشان يديه حضراتكم القوام الحلو اللي انتم شايفينه. وهقول لكم معلومه اتقالت لي في اسكندريه، وتحيه لكل اهل اسكندريه، لحد كان بيعمل الزلابيه دي من اسكندرانيه على كورنيش في شارع خالد بن الوليد، وقال لي بيحطوا لها حاجه للشربات هقولها لكم دلوقتي. الشربات 3 كوبايات من السكر، كوبايه ونص من الميه، عصير نص ليمونه. التزيين ده يرجع لحضراتكم، اما هنحطها في الشربات او هنزلها في سكر بودره، وممكن مع سكر بودره نخلط شويه قرفه للي بيحب القرفه، وممكن نحط صوص شوكولاته زي ما انتم عايزين، زي ما بتتعمل دلوقتي في المصايف وفي الساحل شغاله زي الفل على البلاج. طيب خليني اخد كده الدقيق. اولا انتم جهزتوا لي المنخل يا محمد؟ المنخل اللي انا طلبته؟ ماشي، انت مجهز لي المصفى؟ تمام. طيب هاخد كده اللبن البودره، بصوا بقى السكر والخميره وهاخد من الميه وايه وهعاير الاول. اول حاجه بصوا انا مثلا هعاير بالكوبايه دي، طبعا الكوبايه اللي حضراتكم هتعايروا بيها اللي تريحكم. هاخد كده بوله كبيره، بسم الله الرحمن الرحيم، وعندي هنا الميه، هحط شويه من الميه السخنه وعليها ميه عاديه عشان انا عايزاها فتره فتره وليست سخنه عشان ما تفسدش الخميره، وليست ساقعه عشان تشتغل على طول وبتدي مطه. ناخد رودينا. يا رودينا انا بحبك قوي يا شيخ عظيم. يا روح قلبي، وانا كمان بحبك قوي والله. عامله ايه؟ الحمد لله يا رب دايما يا حبيبه عمري. قولي لي عاوزه حاجه اعملها لك؟ ايه؟ عايزه اي حاجه اعملها لك؟ كنت عايزاكي تعملي لي الفشار اللي بالكراميل والشوكليت. اللي بالكراميل والشوكليت؟ معلش، الفشار من عندي ولعندي يا رودينا، بس كده انت تأمري. ميرسي يا روح قلبي، بوسه ليكي كبيره، وبوسه كمان لزينه حبيبتي، بقالي كتير ما سمعت صوتها، شكلها بتروح الحضانه وما بتجيش تكلمني. طيب ادي كده معلقتين السكر، حطيت الخميره وحطيت الميه الفتره، وهبدا بويسك كده صغير هقلب دول كده مع بعض. شايفين ازاي؟ شايفين؟ دي فرصة ان انا اقدر اتاكد لو الخميرة لا قدر الله ما هياش مظبوطة عندي في البيت، هتاكد اذا كانت شغالة ولا لا من خلال الخطوة دي. خلاص، الخميرة دي فوائدها كتير جدا، بتعالج حب الشباب على فكرة، وبتدعم المناعة، وبتحسن صحة الجلد جدا، وفيها حمض الفوليك بتحمي الجنين من التشوه، وفيها مضادات اكسده كتير وبتحمي القلب. زمان واحنا صغيرين كانوا بيدوا لنا تطهر معدتنا عشان الخمائر دي مهمه للمعده جدا، كان يعني بابا الله يرحمه كان يعملها لنا كده معلقه خميره بيره من بتاعه المخبز، ويجيبها لنا على معلقه سكر، والاول تتهرس كده لما تبقى سايله يضاف عليها الميه، وكنا نشربها لازم علشان الخمائر اللي في المعده يعني تنقي معدتنا وتبقى دايما معدتنا كويسه. بصوا بقى انا عملت الخطوه دي الاول، انا ما اعرفش يعني هي الميه غالبا كوبايه ونص على حسب نوع الدقيق، ممكن تزيد، هوريكم القوام وحضراتكم هتقدروا ايه، الزياده تبقى بسيطه. انا خدت كوبايه واحده بس حطيتها هنا، حطيت عليها معلقه الخميره ومعلقتين السكر وسبتهم على جنب، الباقي هاخده بس هاخده انخله الاول مع بعضه كل المكونات الجافه. بصوا بقى بسم الله، هحط هنا كوبايتين الدقيق وهعايرهم برضو مع حضراتكم عشان تبقوا انتوا شايفين بالمعيار. خلاص اهو، لازم تبقى الكوبايه ممسوحه كده، شايفين ازاي اهي؟ ماشي الكلام. ادي الكوبايه، هنحط اول كوبايه وناخد تاني كوبايه، اهي، وهاخد اللبن الباودر ومعلقتين النشا والبيكنج باودر. بصوا كده، ادي اللبن البودره، معلقتين، وادي النشا معلقتين بالظبط. النشا ده بيخليها كده ايه، تبقى ماسكه نفسها،
والبيكنج باودر معلقه صغيره بتقرمش. بصوا معلقه صغيره، معلش ثانيه واحده، معلقه صغيره ممسوحه اهي خلاص. ممكن بقى ذره الملح عشان تظبط معانا الحلاوه بتاعه لقمه القاضي. خلينا نشيل دول بقى. بص على الفرخه، يا سلام، بصوا المرقه جميله ريحتها روعه. في بلاد بتقول عليها عوامه، احنا لسه قايلين حالا موضوع العوامه ده. بصوا خلوا بالكم اتسمت لقمه القاضي لان كان القضاه زمان بياكلوها، كانت بتساعدهم على العمل وكانت يعني بتضيف لهم كميه حلوه من السعرات الحراريه. يعني بصوا بقى دي اتصلصلت في صوص الطماطم، انا ما ضفتش ميه قدام حضراتكم، انا عصرت الطماطم الطبيعيه في الخلاط وحطيتها بعد ما صفيتها، واللوبيا بتستوي فيها وده بيخليها اطعم واجمل مع معلقتين الصلصه. انا عايزه اضيف، هاخد من المرق دلوقتي، انا عندي لوش تقريبا محمد بينشلني اول باول، هاخد شويه بصوا من المرق بتاع الفراخ ازود عليها معلقتين كده حلوين. بسم الله تطعمها شويه. حلو الكلام. وخلاص كده. اه دي مش بتاعت دي، بتاعت دي. مش تقولوا لي يا اولاد انتوا مركزين في ايه وسايباني. وادي الرز، هنقلب الرز اول حاجه تطلع معانا، بس الاول هنخل دول. بصوا كده مهم قوي خطوه النخل دي، بتخلي الهواء يدخل وتخلي العوامات ولا لقمه القاضي دي تبقى فلافي كده وحلوه، فما ما تستهونوش بيها وتقولوا هي خطوه مش مهمه. شفتي مش انا قلت لك هي في اليونان اسمها لقمه ديس، انا بيعملوها بالمستكة والقرفه مع الايس كريم. ايوه كده هو ده الكلام. بصوا بقى هاخد شويه، وطبعا ما تنسوش ان انا لسه عندي باقي من الميه، كميه الميه بتاعتي اللي هضيفها. هاخد شويه الاول بالمضرب السلك. بسم الله مش محتاجه. اولا لقمه القاضي لا تتضرب في الخلاط ولا تتعمل بكبه ولا بمضرب كهربائي، تتعمل بالايد زي ما حضراتكم شايفين عشان تحافظ على المطه اللي فيها. دي اول حاجه. وما تستخدموش، عايزين اللي عايز يحط فانيليا يحط فانيليا في الفتره يعني في المرحله دي مفيش مشكله. هنزود بقى شويه الميه، خليني اخدها الاول بالمعيار احسن كده. هي اللي باقي تقريبا نص كوبايه اهو، هزود بس بقيه الدقيق. وهنبدا نضيف شويه الميه. بسم الله اهو. وتعالوا بقى نبدا نقلبها كويس. اللي عايز يحط فانيليا يحط فانيليا، بس تبقى فانيليا بودره، هتدي طعم حلو طبعا، ولكن بلاش الغامقه اللي هي الخام. الخام هتغمق بس العجينه مع حضراتكم شويه، هتلاقوا قلب لقمه القاضي ما هياش ايه فاتحه وبيضه كده. بصوا هتلاقوها بتمط شويه، شايفين ازاي؟ وبعدين نيجي نرفعها كده تلاقوها بتقطع، هي دي نجاحها بقى، هي لازم تبقى كده. ماشي الكلام. هنسيبها تخمر تقريبا ساعه، ولازم نفضي الهواء منها، وهوريكم حالا هنشكلها ازاي. انا هسيبها شويه بس عقبال ما اقدم الرز والحاجات تخمر. انا مش مجهزه واحده يعني خمرانه، لكن مجهزه شويه نص مقليه هعملها بايديا حالا. هقول لكم طريقتين للناس اللي عايزه تعملها بالايد، والناس اللي مش بتعرف تظبطها بالمعلقه بالايد ممكن تحطها في جيب حلواني وتقصه وتقص بالمقص زي ما بنعمل بالظبط في بلح الشام. دي طريقه ثانيه هتطلع حاجه جميله برده. طيب بصوا هنا اللوبيا سايباه، تعالوا بقى نغطي دي شويه. حاطين لي حاجه اغطي بيها يا ولاد؟ تمام تسلم، اهم حاجه تطلع مدوره. حاضر ماشي تمام. بسم الله هنغطي كده، حطوها في حاجه فيها حراره، لو جوه فرن والمطبخ سخن هتقعد نص ساعه. هسيبها هنا جنب حضراتكم. شفتوا بقى احنا عملناها اهو بالمعايير قدامكم. الكوبايه اللي حضرتك هتعملي بيها هي الكوبايه اللي حضرتك هتعايري بيها كل حاجه، والمعلقه اللي حضرتك هتعايري بيها هي المعلقه اللي هتعملي بيها كل حاجه. تعالوا بقى نقلب الايه، نقلب الرز بتاعنا ده في القالب ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد معلقه كده. بسم الله ونكبس. طبعا الرز ده رائع معانا
فراوله حبيبه قلبي. يا زوجة يا جميلة. ايه يا روح قلبي يا فراولتي؟ تسلم ايدك. تسلمي يا روح قلبي. ايه الجمال ده والاكل القديم بتاع زمان ده. حبيبه عمري ربنا ما يحرمني منكم ابدا والله يا فراوله. تسلم ايدك يا عظيمه. تسلمي يا عمري وسلامتك من كل حاجه وحشه يا رب. الله يخليك، الله يكرمك يا رب، يديك الصحه والعافيه. امين. احنا وانتوا حبيبتي. تفرحي باولادك يا رب. امين في حياتك وتفرحي باحفادك الامامير. حبيبتي عظيمه، حبيبتي حبيبتي، تسلم ايدك يا عظيمه. تسلمي يا روح قلبي. اكل زمان ده يا عظيمه. الله ما فيش احلى منه. طبعا. مش عايزاكم تفتكروني دقه قديمه، بس انا والله بعشق الاكلات الجميله دي. جميله والله، حاجات كده استقلاديه ولا حاجه جميله. يا حبيبتي تسلمي لي يا فراولتي، وبعدين انتوا لقمه القاضي عندكم احلى لقمه قاضي. اه طبعا. ها؟ اه بالشوكولاته وبالعسل. ما بتحلق ده، انا ممكن اروح لها مخصوص عشان اكل لقمه القاضي بس وارجع. كده بس؟ والله. انا اقدر؟ لا ما انا لسه ما جيتش، ما تخافيش. اسكندريه كلها بتحالك يا عظيمه. يا حبيبتي هاجي لك على عيوني. تحيه لكل اهل اسكندريه فراوله ولكل اسرتك. منورينا والله العظيم. منور بوجودكم حبيبتي باصحابها. منور بيكوا حبيبتي. تسلمي لي. كفايه احنا بنزعجكم، احنا المصطفين بنزعجكم اكيد في الصيف، فانتوا بتهجوا مننا بقى. بتروحوا فين بقى يا ترى؟ اكيد بيروحوا مرسى مطروح ولا حاجه، صح؟ بسم الله. بيروحوا الساحل الشرير؟ لا 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 لا، ما يروحوش الساحل الشرير. تعالوا كده. سخنه قوي بس ماشي. بسم الله بسم الله، اهو تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ايه؟ حلوه؟ تسلم ايديكوا حبايبنا. ممكن بقى نقدم الرز القمر ونقدم كمان، ما تجيبوش اي حاجه تانية غير اللي انا بحطها لو سمحتوا. اتفقنا. طيب نيجي بقى ناخد كمان اللوبيا القمر بتاعتنا. بسم الله. بصوا بقى، اولا بتطفوا عليها وتسيبوها شويه قبل التقديم تقريبا. بصوا صلصلته بقت حلوه ازاي. بصوا بقى شويه المرق كمان اللي زودناها بيهم مع صوص الطماطم الروعه، ومخرجنا مستعر لنا الرز تسلم الايادي. قبل البريك اقدم بس اللوبيا، وعشان يبقى باقي لي ايه الفرخايه الجميله ولقمه القاضي اللي كانوا بياكلوها القضاه زمان دي، مش عارفه بيعملوا بيها ايه عشان يبتوا في القضايا، صح؟ دي مفتوحه، خليني اخد دي. اوكي. كانش عندهم وقت ياكلوا فكانوا بينقنقوا بس. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض. بسم الله. بينساها طبعا طبعا. بصوا بقى، بصوا لما سيبوها بس تصلصل مع بعض بعد ما تطفو عليها وتبرد، هي في الحله هتصلصل مع نفسها، مش محتاجه حاجه تاني. تصلصل شويه يعني تتقل، تلاقوا الصوص ده تقل، بتتصلصل شويه. مش عاجباكوا غير بتمي مي كده يا شيمو؟ ماشي يا شيمو، غير بتمي مي يا شيمو، تتقل كده وتبقى جميله. دايما ايه، ما تسيبوها كده تبرد، الاكل يهدى بس. حبيبتي يا شيمو ما قلتليش الجملة المشهورة يا شيمو، نسيتيها أكيد. تسلم إيدك يا ست الكل، يا حبيبة عمري أنتِ والله. أنا ببلغ مامة شيماء والله تحياتي على الأخلاق العالية دي. حبيبتي يا شيمو، بصوا بقى، وآدي اللوبيا. خليني، لا في حاجة أنا لمحتها هنا، صح كده؟ حاضر اهي. ايوه وكده تمام. نشيل بقى ايه الميه دي السخنه دي، خلاص مش هنحتاجها. وانا بقى ايه هستسمح حضراتكم. بصوا بجيب الفرخه الناحيه دي كده، نبص عليها خلاص استوت، هنطلعها مع بعض وهجهزها. وانا مش هعمل اي حاجه خالص، لم ايديكم وعينيكم، غير لما حضراتكم ترجعوا بالسلامه
هنطلع الفرخه ونحاول نحمرها ونعمل بقى بقيه لقمه القاضي. ليها طريقتين، مش طريقتين، ليها يعني خطوتين، خطوه اولى وخطوه ثانيه هنعملها مع بعض ان شاء الله، وتعرفوا كل خباياها وتعملوها وتقولوا لي راي حضراتكم فيها ايه بعد الاستراحه. في انتظاركم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. بنحمر الفرخه وطبعا يعني زي ما حضراتكم تحبوا بقى التحمير، يبقى تدوها بقى وش كده بالفرشه، دخلوها الفرن، عايزينها تحمروها زي ما احنا ما بنحمرها كده، وتدوها فص مستكه يدوب مع السمنه، دي طعم حلو قوي براحتكم، بصحه وهنا على قلبكم طبعا. ودلوقتي بقى هنبدا نشوف كده العجينه. طبعا هي ما لحقتش تخمر، اهم حاجه لما تخمر اول تخمير للقمه القاضي، بصوا هي عليت شويه وبدات تعمل فقاعات، لازم انزل الهواء منها. بصوا كده اهو، بصوا الفراخ الاول عشان ما نبعدش عن حضراتكم كتير، اهي شايفين الفرخه اهي كده. الفرخه بتعوم يعني من نفسها برضه. انا لبسها شورت، ماشي هحط لها انا شويه حاجات كده. بصوا بقى لقمه القاضي طبعا اول ما بتنفخ ببقى لازم افضي الهواء كده، شايفين ازاي اهي. طبعا ريحه الخميره باينه، ولازم يبقى فيها المطه دي، شايفين المطه دي مهمه جدا. خلاص انا بقى في ليها مرحلتين، عايزه ابعد بس الاول الفرخايه دي واخلي الزيت ده قريب مني. اهم حاجه لو هتستخدموا زيت، طبعا احنا مش عايزين نكتر زيت كتير، لكن الاهم في الموضوع انه يبقى كميه الزيت عاليه شويه، حتى لو هنحطها في حاجه صغيره بس عشان تعرفوا تقلبوها فيها، لان هي محتاجه تقليب طول الوقت. خلاص هاخد كده معلقه بحطها في الزيت، معلقه صغيره، ده التشكيل العادي يعني. خلاص وباخد كده من العجينه، عايزه بس اجرب الزيت هنا اخباره ايه. تمام حلو قوي. تعالوا بقى نحط كده على عشان الزيت يبقى مظبوط. بصوا كده هاخد من هنا في وسط ايدي، دي الطريقه التقليديه العاديه، ببل المعلقه زيت وباخد كده بعمل كده بطرف المعلقه وبزق اهو اهو، وباخد في الزيت تاني. الطريقه لو حضرتك مش هتعملي الطريقه دي وهتعمليها وتظبط معاكي وهتتضايقي من الشكل، هنجيب جيب الحلواني هتمليه واستخدمي الحته اللي قدام وابدأي قطعي بالمقص عشان تظبط معاكي. التخمير بتاعها لما بيبقى حلو هتلاقوها نفخت وحلو، بديها نص قليه، ما ينفعش احمرها على طول واطلعها لو هتاكلوها دلوقتي، لكن كمان انا لو عايزه احتفظ بشويه في الثلاجه لتاني يوم احمرهم، هروح واخده اللي انا عملتهم نص قليه، بصوا فيهم ابيض ازاي زي اللي هطلعهم من هنا دول، وهسيبهم في الفريزر قبل ما احمر التحميره النهائيه. ليه؟ عشان لما اجي احمر تديكوا قرمشه رهيبه، ويا سلام لو انتم مش هتستخدموا كل الكميه وباقي عندك كميه ثانيه، هيبقى انت احتفظتي بيها نص قليه وشيليها في الفريزر ما يجرالهاش اي حاجه، وارجعي طلعي من الفريزر وحمري تطلع روعه. بصوا كده برضو. بصوا بقى انا معلش عشان انا مضطره البس الجلافز واقلع الجلافز واقلع الجلافز. بصوا كده، بصوا طبعا التقليب طول الوقت مهم، التقليب طول الوقت مهم، شايفين ازاي؟ استاذ فضل اين انت؟ يا سلام لازم نقلب كده تقليب، تلاقوا كده الراجل ساعات بيغطسها كده صح؟ اقول لكم بقى الفكره اللي قالوها لي في اسكندريه على الشربات، اما بقول له بيبقى تقيل وحلو كده ازاي؟ قال لي والله قال لي بنحط عليها ملح ليمون وشبه حلواني، ملح ليمون وشبه اسمها شبه حلواني، السبايدر لقيته اهو، شايفين ازاي؟ شايفين؟ انا هحمر لكم دول بقى لان ايه؟ دول خلاص لازم يطلعوا، وبعدين نحط التانيين دول معاهم بسرعه، اللي كانوا في الفريزر اللي احنا مسقعينهم نص قليه. خدوا بطرف المعلقه
هعمل لكم واحده ايتين كمان كده تشوفوهم بطرف المعلقه علشان تطلع مع حضراتكم مدوره وحلوه. شويه حلوين اهم، بصوا هتتبسطوا بيهم قوي اهو، شايفين ازاي؟ الله الله. هنزلها بقى دول شويه في الشربات عشان احنا عاملين شويه بالسكر حالا، هننزل في الشربات وتاكلوها بالف هنا وشفا. تعالوا نعمل لكم تعرفوا بصوا ازاي. ادي المعلقه هاخد بايدي هنا، لازم ابطئ اطلع الهواء وبعدين اخد واعمل كده. يلا بقى كده، وهاخد طرف المعلقه في الزيت وهاخد كده بين ايديا وابدا اضغط لفوق، واخد بطرف المعلقتين وبزق بصباعي ده، خلاص بنزلها كده خلاص. مره على مره هتظبط ما تخافوش، ولو انتوا مش عايزين الطريقه دي مفيش مشكله، انا قلت لحضراتكم الطريقه الاسهل، مش عايزاكم تتضايقوا. وهنعملها وهتنزل من جيب الحلواني واحده واحده بالراحه، ونقصها والمقص ينزل في الزيت. بصوا بقى، بصوا طلعت مدوره وحلوه ازاي اهي. حاضر نشيلها بقى خلاص، احطها في الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا شيمو دخلتي يا شيمو علشان تدوقي حته مرمطي الطبق يا شيمو. ينفع كده؟ قفشتك يا شيمو، هي مش قاعده؟ هربت اكيد، عرفت عملتها. بسم الله. بسم الله. يا سلام. اهي. ممكن بقى بس اشيل ده عشان دي ايه ما تروحش مننا. في شربة مية. طبعا بنطلعها على مصفى الاول، الزلابية لازم تطلع الاول او لقمة القاضي على مصفى زي دي كده. كده. نصفيها وبعدين نرجع نحطها في الشربات. بصوا بقى، بصوا اللي احنا عملناها الجديده اهي، البيضه دي شايفينها؟ البيضه خالص ابيض واحده فيهم. بصوا بقى اهي، اعملوا بس الحركه دي كام مره كده، هتلاقوا نفسكم هتاكلوا احلى لقمه قاضي. يا سلام لو عندكم مناسبه تاني يوم وعملتوها بس نص قليه كده. الشربات هنحط 3 كوبايات سكر، قلنا مقادير الشربات 3 كوبايات سكر على كوبايه ونص ميه، هنحط عليهم عصير ليمونه، اللي عايز يضيف معلقه كبيره من عسل الجلوكوز يضيف. هنغلي مع بعض اول ما يبدا في الغليان، هنبدا نعد 10 دقائق وبعدين نطفي ونسيبه، وبعد ما يهدى يدخل الثلاجه يبات ليله عشان يدي التقل اللي حضراتكم هتشوفوه. خلاص اهو اتفقنا ان احنا نقدر نشيل لقمه القاضي دي وندخلها فين؟ ندخلها الفريزر. سيبوها الوقت ما تكونوا عايزين، اعملوها نص قليه وطلعوا حمروا الجزء الاخير وكلوها واستمتعوا بيها. عايزين صوص شوكولاته؟ عايزين، انا اعمل لكم دي بصوص الشوكولاته. احط لكم ايه شويه في ال حالا، انا معاكم حبايبي. ماشي يا فندم. بصوا شايفين سامعين؟ نسيب دي خالص ونطلع. روعة. يلا نجهز دول. حاضر. شايفين ازاي؟ نغطس كده، بيحط هو دي تنزل كده شوية. نرش رشة بقدونس على الدجاج كده. حلوة. ونطلع بقى شوية الأخرانيين دول. بصوا. روعة. أهم حاجة الزيت زي ما قلت لحضراتكم، مش مهم يبقى كتير قوي، المهم يبقى في مكان باين فيه عمق الزيت علشان لما تحمروها تبقى تمام وتقدروا تقلبوها فيه. خلاص
دول كده عايزين يتحمروا. تعالوا بقى دول ناخد كده شويه في طبق ونحط صوص ايه؟ اشلكليطه صح؟ حاطين لي طبق. بسم الله اهو. سامعين الصوت؟ سامعين القرمشه؟ يا نهار. غرقوها بقى شلكليطه واتبسطوا بيها وصحة وهنا على قلب حضراتكم. شايفين الجمال؟ احلى حاجه انها تبقى سخنه والشوكولاته تنزل تدوب كده عليها وتغطيها وتبقى روعه. وطبعا اتمنى يا رب ان نكون قدمناها بطريقه بسيطه سهله قدرتوا تعرفوا ازاي تشيلوها وتحتفظوا بيها. مش شرط تفضل عجين، شكلوا العجين بس وادوها نص تقليه ويلا. ادي واحده بالسكر البودره وادي واحده بالصوص الشوكولاته اللي حضراتكم شفتوه معانا. وطبعا اتمنى يا رب النهارده الحلقه تكون يعني نالت اعجاب حضراتكم، تكون بسيطه. حبايبي تسلموا لي، واشكر كل متابعينا الكرام وعلى حسن طبعا المتابعه. وطبعا كل اسبوع بنعمل الوصفات اللي حضراتكم بتطلبوها مننا علشان دايما نكون في الاولويه، انتوا عندنا في الاولويه، وطالما احنا عند حضراتكم قناه الاهلي ومتابعيها في الاولويه احنا كمان ما نقدرش نتاخر عليكم في حاجه. اسمحوا لنا دلوقتي هنطلع الاستراحه عشان نستقبل الفقره الطبيه القادمه باذن الله بعد الاستراحه. ومعانا دكتور احمد نوبل، هنلتقي باخصائي التغذيه العلاجيه وفقره مميزه بعد الاستراحه ان شاء الله.